ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل تواضيع. احنا في السوق البلدية اللي معروف بالجزارين، سولنا بعض الجزارين يعني على داك التصريح اللي دار الناطق الرسمي ديال الحكومة بأن اللحوم الحمراء هبطات في الثمن. قالك لحد الآن بقى ما هبطاتش في الثمن، وداك التصريح اللي قال غير كذوب. وكذلك سولنا حتى المواطنين، وتعرفوا واش هاد التصريح اللي قال الناطق الرسمي صحيح ولا كذوب؟ اجوا معايا. كما قال الناطق الرسمي انه غيتاخذوا اجراءات باش اللحم يطيح. اجي ورينا سيدي فين هو اللحم اللي يطيح. راه الناس راه كتعاني بزاف، هادي راه الهضره ديال الخاوي. هو قال هاد الهضره حيت كان غادي يدخل اللحم من اوروبا، اللحم كونجلي، وحنا ما نقدروش نخدموا سلعه كونجلي، حنا مولفين اللحم من البطوار، كتذبح كتشري بهايم ديالك كتذبحهم كتجيبهم من المحل ديالك. الناس ملي غتسمع اللحم كونجلي ما غتبقاش بنادم، ما غيبقاش يجي عندك. الدعاية هادشي اللي قال الناطق الرسمي والدعايات اللي في مواقع التواصل الاجتماعي، اللحم طاح طاح طاح، راه ما شلنا والو، هادشي كامل غير كذوب. وكون طاح كون حنا دابا ناقصين في الثمن، حنا غيولي الرواج، غدور الوقت شويه، حتى الانسان غيجي هو فرحان، يعني غيعرف السعر راه طاح. باش ليا طاحت في الثمن، كيبان ليا اللحم بنادم اللي واقيلا طاح في الثمن باش يولي يشري ديك الحاجه الغاليه، حيت كيبان ليا هادشي اللي بقى، بنادم بقى غيبيع لحمه باش يشري اللحم، حيت خدام ما قادرش يشري اللحم، ما خدامش ما قادرش يشري اللحم. واقيلا هاد الناطق الرسمي بقى غيدير اعلان يقول لعباد الله كملوا بيعوا لحمكم باش تكملوا الثمن ديال باش تقدروا تشريوا اللحم. البقري 110 دراهم والغنمي 140 درهم، شكون باقي غيشريه؟ 140 درهم بنادم ما كيتخلصهاش، 100 درهم ما كيتخلصهاش بنادم حاليا، في خلصو في النهار ما كيشداش في النهار. يمشي غيشري هاد اللحم، اش غيشري هاد 100 درهم هادي؟ غيشري بها الزيت، غيشري بها العطريه، غيشري بها الخضره. كيقول لك انه طاح اللحم، لا لا ما طاحش، راه كرامة المواطن اللي طاحت. حتى انا غنبقاو نفكروا بغينا نشريو غير ربع ديال اللحم ولا غير 10 درهم ديال الكفته، كيقول لك لا ما بقاش 10 درهم ديال الكفته. كتمشي عنده وكتقول لي 20 درهم ديال الكفته، كيقول لك هي ما بقاش 20 درهم ديال الكفته. وشنو غناخذ انايا؟ شنو غناكل انا باش انا تكبر لي يدي وباش غادي نربي انا اللحم؟ كيفاش غيولي عندي البروتين في اللحم ديال في الجسم ديالي؟ انا ما ناكلش غنمي، ما ناكلش البقري، غنبقى ناكل انا الخضره نباتي، انا غنبقى ناكل الفخوص ولا ما يمكنش. دونك غنهضروا دابا واقعيين، واش السيد الاخر الناطق الرسمي عنده الصح او لا؟ خصنا نعطي هذا الجزار هو اللي نسولو نقول له واش هذا الشيء بصح ولا راه ما نقصوش. وخاصني نشوف واش الجزار اللي ما نقصش ولا الناطق الرسمي اللي كذب علينا. هذا الشيء اللي كاين ما تقولوا فسمع اخبار ان غتدخل اللحم من برا مجمده او عاديه، ولكن باقي ما شفنا والو. هذه الساعه الا دخلت غتكون شي حاجه، غيكون اللحم رخيص غادي ينزل في الثمن، اما دابا باقي الثمنه هي المين في الباطوار يكون شي 125 130 صحيح، اما بالنسبه بحال كوتليت وكشي تيوصلوا عندنا 140 درهم الكيلو، تما في الباطوار هنا تيتباع 160 150 على حسب هذا غلمي. والبقري خويا داير شي 90 درهم في الباطوار، 92 110 115 كل ماش كل واحد وشحال تيحسب، حتى 120 شويه. الناس ما بقاوش ياخذوا اللحم بزاف لان اللحم ولا الثمن طالع بزاف. مول كيلو تيدي نص كيلو مثلا، ونص كيلو درهمه كيما تتشوش على اسبوع. كان اللحم رخيص، كان اقبال، كان كلشي تياخذ. دابا من غلا راه صافي الناس فلوس ما تجي مقاصحه الثمن، وما الثمن المناسب هو البقري 80 غلمي 80. الحمد لله مني سمعت الناطق الرسمي ديال الحكومه بانه راه صرح ببلاغ ديالو بان اللحم راه انخفضت الاثمنه طاحت، فرحنا الحمد لله. انا تناخذ واحد الرويبعه ديال اللحم، قلت انا اليوم مني الناطق الرسمي ديال اللحم بانه حكم بانه راه اللحم راه انخفض وطاح، مشيت قلت غناخذ واحد الكيلو، مشيت عند الجزار سولته قلت لي صاوب لي واحد الكيلو راه اللحم راه طاح شويه، قال لي لا خور باقي اللحم هو في الاثمنه. قلت له لا انا سمعت الناطق الرسمي بانه راه شكر قال لك بانه اللحم راه طاح في الاثمنه، وعلاش دابا انت غتبيعوا لنا بالثمن هذا؟ راه ما يمكنش يا صاحبي، راه خاصو يطيح. قال لك خويا حنا باقي ما جانا لا بلاغ لا والو في هذا اللحم، حنا باقي تنبيع بكونتيتي ديال اللحم بالثمنه ديالها راه تنبيعوا بها اللحم، ما يمكنش ليا انا دابا. حنا سمعنا الناس ديال الحكومه بانهم راه اللحم طاحت، قال لي الثمن ديال البقري قال لي 100 درهم، وديال الغلمي قال لي 2600 2800 ريال، قال لي راه حنا باقي الثمن هو الثمن، وراه ما يمكنش ليا انا غناخذ بهذا الثمن غالي.